عبد العالي، الشعر المصري هذا يعني شو اسمه هشام الجخ يقول: تجمعنا يد الله وتفرقنا يد الفيفا. المغرب وتونس اجتمعا اعتقد في المناورات الافريكوم الاخيره، نعم، تحت يافطة الامريكان، ومعه كيان الصهيوني، واليوم يدعيان الاثنان البطوله والسياده. انتم في خليني نكمل لك، انتم في المغرب عندكم مسار تطبيعي كبير واتفاقيات، نفس الشيء تونس للاسف الشديد، ورغم التكذيب الرسمي وبالرغم انه سعيد صعد على قرطاج بالجمله السحريه التطبيع خيانه عظمى، مواقع دوليه حكيت على انه صادرات توانسه في 21 تجاه كيان الصهيوني كثرت في 21 خذت البيك نتاعها. هذا السؤال يهمنا الان، حتى لا تدعي كل دوله البطوله وهي تجاه كيان الصهيوني يعني مورطه في جانب هذا. انت كمثقف وبرلماني سابق الدكتور. نعم، اولا فيما يتعلق بقوات الافريكوم، بالفعل تونس شاركت الى جانب المغرب تحت اشراف الولايات المتحده الامريكيه، وهذا معطى اضافي عن تناقض الدبلوماسيه والسياسه التونسيه. يعني في الوقت الذي تشارك الى جانب المغرب في الصحراء المغربيه بحضور الكيان الصهيوني، راه الاهم هذا بحضور الكيان الصهيوني. انا ساتي للموضوع ديال التطبيع، لا موضوع لا اعتقد بان اسرائيل جزء من الافريكوم، هناك دول اوروبيه. لا موجوده دكتور، موجوده موجوده. طيب طيب موضوع، انا لا انا شخصيا لست من الذين يدافعون عن بناء علاقات مع دوله الاحتلال الصهيوني، ولدي موقف واضح في هذه النقطه، ولست مطالبا بان ادافع عن سياسه الدوله في هذا الموضوع. لكن دعني اقول بانه علينا ان نتساءل لماذا وصلت درجة التوتر بين المغرب والجزائر لكي تدفع المغرب إلى خطوات أخرى في اتجاه تونس والمغرب. تونس والمغرب والمغرب والجزائر، عفوا أتحدث عن الجزائر. نعم، لأنه درجة التوتر التي وصلت بين المغرب والجزائر في موضوع الصحراء المغربية دفعت للمغرب أن يبحث عن حلفاء. وأنا لا أبرر ولا أريد أن أدافع عن التطبيع، أنا أعتقد بأن هذا اختيار خاطئ، ولكن في نفس الوقت أساس المغاربة يتساءلون إلى متى سوف نبقى في هذا الوضع. الصحراء صحيح المغرب في صحرائه، ولكن هناك تحرش دائم من طرف الجزائر التي تتسلح بشكل غير معقول على الحدود المغربية، ووصلت مقتنياتها من الأسلحة ملايير الدولارات، في الوقت الذي هناك شعب يئن بالفقر والمجاعة والمشاكل الصحية إلى غير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالصحراء المغربية، واعتقد بأنه كان المقابل هو بداية علاقات مع إسرائيل. لكن في نفس الوقت أنا أظن بأنه المملكة المغربية والطبقة السياسية المغربية هي ملتزمة بدعم قضية فلسطينية، وهذا ليس من باب الخطابات السياسية، ولكن من باب المسؤولية الأخلاقية والدينية والتاريخية. ولا ننسى بأن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وإلى اليوم هناك التزامات تجاه المغرب تجاه القضية الفلسطينية. لكن في نفس الوقت هذا الجار الذي لم نختاره في الواقع، لأنه لا نختار جيراننا، الموجود على شرق المغرب أتعب المغاربة كثيرا، وهناك الكثير. وبالنسبة لا نريد الخوض ربما أكثر. نعم، دكتور في ذا الغياب. نعم، ممثل على الأقل بالنسبة لتونس. نعم، بالنسبة لتونس الذي هو ثابت الآن، وأنه حجم المبادلات التجارية ارتفع كثيرا في عهد القيس سعيد مع إسرائيل، وهذا تناقض من طرف رئيس دولة بنى حملته الانتخابية على أن التطبيع خيانة، واليوم يقوم بعلاقات تجارية في السر. نعم، وبدون مبررات. وأنا أعتقد بأنه مثل هذه القضايا ينبغي أن نوفر الإطار المناسب، والإطار المناسب لكي نبني تكامل اقتصادي يسد الطريق أمام كافة القوى التي تلعب في المنطقة، سواء كانت إسرائيل أو إيران أو غيرها، هو بناء مؤسسات المغرب العربي الكبير. واليوم أو البارحة صدر بيان للسيد طيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يتأسف فيه على ما حصل، لأنه كان بصدد ترتيب مبادرة تطلقها تونس باعتبار موقعها الحيادي الإيجابي من أجل لملمة أطراف
المنطقة حول الموضوع الليبي وحول موضوع الخلاف المغربي الجزائري. لكن جاءت تونس وعمقت الخلاف المغاربي، وهو أصدر بيان يشير فيه إلى هذا التحول الذي حصل في مسيرة الاتحاد المغاربي. إذا كانت هناك حقيقة سياسية يا حسين أن نبني المغاربي وهي الإطار الأساسي لحل كافة هذه المشاكل. نعم طيب البكوش طلب إقالة